هاي، أهلا بيكم. النهاردة هنبتدي قراية شهر يناير 2023. طاقة برج العذراء، طاقة العمل لبرج العذراء يناير 2023. الطاقة العمل لبرج العذراء يناير 2023. طيب، التارو بيقول لك يا برج العذراء، انت كان عندك مشاكل، كان عندك فرصة جايلك، وعندك عرض جايلك، وعندك حب في طريقة حياتك، بس كان عندك مشاكل الفترة اللي فاتت جامدة جدا. التارو بيقول لك انت عندك بداية جديدة، تمام، والبداية الجديدة دي هتبقى في كل امور حياتك. بتفاضل بين شغلين او بين امرين في العمل، عندك بداية جديدة في الحب، عندك بداية جديدة في العاطفة. الأموال مش أحسن حاجة، أنت متمسك في الأموال جامد جدا، والتارو بيقولك بلاش التمسك الجامد ده. الصحة كويسة جدا الحمد لله، عندك الأموال ما كانتش أحسن حاجة الفترة اللي فاتت، يعني الأموال كان فيها مشكلة، كان فيها قلة شوية، ما كانتش موجودة أحسن حاجة. فالتور بيقولك لا، انت عندك الفترة الجاية بدايات جديدة، والبدايات الجديدة دي هتخلي عندك حالة اعتدال في امور حياتك، عدل. لو في فيكم عنده مسائل قانونية فهي خلاص هتتحل، لو في فيكم عنده حد مستني اعتدال في امور حياته، الاموال مش مكفية فهي هتتصلح. انا شايفة ان عندك بداية جديدة في العاطفة، شايفة ان عندك توازن، مش توازن في العمل، عندك شغل تاني جايلك، فانت هتفاضل بين اتنين، فهتقدر ان انت تعمل عملية اتزان. عندك طاقة حلوة، عندك طاقة اتزان في امور حياتك كتيرة. وزي ما بقولك، لو العاطفة، لو الاموال ما كانتش احسن حاجة، كان عندك فقر في الاموال جامد جدا، فعايز اقول لك لا، عندك اعتدال الفتره الجايه، عندك اموال جايه لك، هتحسن الوضع ده كتير، وهتحسن الامور دي كتير، تمام. عزاب برج العذراء شهر يناير 2023. برج العذراء، برج العذراء، انت كنت في علاقة دمرت قلبك وانتهت، وابتديت بداية جديدة، رفعت سيفك، حاسس انك زعلان، حاسس انك مكسور، بس طارو بيقول لي عندك فرصة جديدة، حاسس انك انخدعت، او ممكن كان فيها طرف تالت، بس عندك بداية جديدة، عندك بداية جديدة حلوة، عندك فرصة جاية لك من عند ربنا. عزاب برج عزاب برج العذراء، عندكم فرصة جديدة، فرصة جديدة جاية في أمور حياتك، عندك بداية جديدة. مرتبطين برج العذراء، طيب برج العذراء، انت ماسك على عاطفك جامد جدا، ماشي ورا احساسك، حاسس انك ندمان ومكسور. شريكك كان عنده حالة اكتئاب، عنده حالة ضبابية، بس هو بيحبك جدا، عنده طاقة لافرز.
انتوا الاتنين الظروف اللي مريتوا بيها دي كانت بالنسبة لكم كارما، اتعلمتوا منها درس، اديتكم فرصة جديدة ان انتوا تبتدوا مع بعض بداية جديدة. يعني ممكن تكونوا اتعرضتوا ل حد كان مشغول في حاجة، حد كان ظروف مالية كانت ضيقة بينكو، موقف حصل ضايق طرف عن طرف، في حاجة كده حصلت. اوكي، انت اتعلمت من الموضوع ده درس في حياتك. اوكي، هو كان عنده طاقة ذا لوفرز، كان بيحبك جدا، فهو تخطى الموضوع ده، بس الموضوع ابتدى معاه باكتئاب بس تخطاه لان هو بيحبك جدا. انتوا الاثنين اتعلمتوا درس من الموضوع ده، وانتوا الاثنين هتبتدوا مع بعض بداية جديدة. في مشكلة حصلت حسستك انك ندمان، وحسسته ان هو بيحبك قوي، كان بالنسبة لكم انتوا الاثنين درس.